السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع موسوعة العلوم الطبيعية ديزاد. اليوم عدنا مع سنة أولى ثانوي، كما وعدناكم بتوفير جميع التمارين اللي تخدم الوحدة الأولى باش نكونوا بأتم استعداد للفرض نتاعنا وللاختبار تاع الفصل الأول. اليوم مع تمرين واحد آخر، تمرين جديد راح تبعوه مع بعضنا. دوك تظهر صورة أمامكم على الشاشة، إذا تبعوا معايا. التمرين الأول: تملك أغلب الكائنات الحية صيغة صبغية ثنائية تدعى ديبلويد، يعني اللي عندهم صيغة صبغية ثنائية اثنين نون نسميها ديبلويد، تحافظ عليها رغم مرور خلاياها بعدة انقسامات، يعني راح تحافظ عليها مع بالرغم من أنه تصرى انقسامات. لهذه القاعدة استثناءات يسعى الباحثون لاستغلالها من أجل زيادة الإنتاج النباتي بهدف تحقيق الأمن الغذائي. هذا الصيغة ولا هذه الاستثناءات العلماء أراهم يديروا لي عليهم باش يحققوا لنا الأمن الغذائي. عندنا الجزء الأول: في بعض الحالات الخاصة عند النباتات المزروعة خاصة تتغير صيغة الصبغية تلقائيا لتصبح أربع نون. سمي النباتات عندئذ رباعي الصيغة الصبغية تتراپلويد، يعني هذه الصيغة قدرت تتغير ترجع أربع نون بعد ما تكون اثنين نون، نرجع نسميهم تتراپلويد. ويرافق ذلك تطور في بعض صفات النبات، يعني كي ترجع أربعة نون النبات ما هوش حيبقى على صفاته اللي كان عليها، وبالتالي حيتغير الصفات نتاعه. بعد عدة دراسات تمكن الإنسان من استحداث فراولة رباعية صيغة الصبغية مخبريا بفضل استخدام جزيئة الكولشيسين. لمعرفة تأثير الكولشيسين على المنتوج الزراعي نقدم الوثيقة الأولى. كلمة كولشيسين ولا مادة الكولشيسين يا الأولاد راني سبقت ودرتها في الملخصات في القناة نتاعي، يعني اللي بغى يعرف إكزاكت كولشيسين هذا قبل ما يفوت للتمرين يشوف الملخصات وش معناتها كولشيسين وش هو الخدمة الكولشيسين. واضح؟ وكما تفهمنا ديما تهزوا التمرين تحلوه وجيو تتناقشوا معي الحل. لمعرفة تأثير الكولشيسين على المنتوج الزراعي نقدم الوثيقة الأولى. الشكل ألف صورة مجهرية للظاهرة سين التي تؤثر عليها مادة الكولشيسين. عطانا هذوك الوثائق اللي قدامنا، الشكل ألف رانا نلاحظو أ بي سي دي، والشكل باء رانا نلاحظو منحنيات بيانية تمثل حجم الثمار بدلالة الزمن عند فراولة عادية وفراولة مستحدثة. خلاص واضحة؟ عندنا هذا الشكل ألف قلنا صورة مجهرية للظاهرة سين التي تؤثر عليها مادة الكولشيسين، يعني هذه الظاهرة سميناها سين أو ظاهرة يعني راح نقولوا عليها مازلنا ما عرفناهاش حاليا يعني حسب التمرين. الشكل باء منحنى بياني لتطور حجم حبة الفراولة بعد الإزهار عند الفراولة الطبيعية والفراولة الاصطناعية. أنا لاحظوا بلي المنحنى تاع الفراولة العادية شوية الحجم تاع الثمار غير كبير، أما الفراولة المستحدثة رانا نشوفوا بلي حجم الثمار كبير جدا. نمروا للأسئلة اللي في الجزء هذا. واش طلب منا؟ تعرف على الظاهرة سين التي تؤثر عليها مادة الكولشيسين، ثم سمي المراحل المعبر عليها بالحروف A B C D. هاي يا سيدي، وش هي الظاهرة سين يا الأولاد؟ كما قلت لكم الفصل الأول راح تقراو غير عن النمو، يعني يا إما جاتكم على التطاول يا إما جاتكم على التجديد الخلوي. هنا في الصورة هذه راهي ظاهرة باينة، خلاص مراحلها باينين، اللي هي ظاهرة ماذا يا الأولاد؟ نعم، ظاهرة الانقسام الخيط المتساوي ولا ظاهرة التجديد الخلوي. راح نسميو المراحل مع بعضنا. لاحظوا معايا المرحلة A عبارة على خليتين لاصقين في بعضهم صغيرتين، يعني المرحلة A هي المرحلة النهائية. نروحوا لB رانا نشوفوا باللي كاين خط في المنتصف ومتوضعين عليه الصبغيات، إذا هذيك لوحة استوائية وبالتالي B هي المرحلة الاستوائية.
نروحو لسي، رانا نلاحظو باللي خيوط في الجهتين متقابلين، يعني خيوط من وخيوط من، وبالتالي الخيوط هذوك شي هما عبارة على كروماتيدات. يعني الصبغي انقسم إلى نصفين، طرف راح للقطب وكروماتيد راح للقطب، وبالتالي هذيك المرحلة الانفصالية. نروحو للدي، الدي رانا نشوفو باللي النواة نتاعنا أصبحت كبيرة، يعني ضخمة ضخمة، رانا نشوفو بارابور حجم الخلية، النواة راهي كبيرة، وبالتالي صرا فيها تكاثف للصبغيات. هذه المرحلة وشي هي؟ هي المرحلة التمهيدية، ولا نقولو لها المرحلة الابتدائية للانقسام الخيطي المتساوي. هذا فيما يخص السؤال الأول. السؤال الثاني، حدد تأثير مادة الكولشيسين على المنتوج الزراعي للفراولة باستغلالك للشكل باء. راح نرجعوا للاستغلال، وراح نرجعوا للاستغلال يا الأولاد. الاستغلال والاستغلال، راهي النقطة تاع التمرين كامل تكمن في الاستغلال. درت استغلالك صحيح تدي نقطتك، درت استغلالك خطأ لا تتحصل للأسف على النقطة نتاعك. اذا تبعوا هنا معايا، اول حاجه واش راح نديروا؟ راح نقدموا الوثيقه تاعنا، نكتبوا استغلال الشكل با، استغلال الشكل با من الوثيقه 2. كتبنا شي هو عنوان شكل با من الوثيقه 2. نروحوا نقراو العنوان من الفوق. شكل با هو منحنى بياني لتطور حجم حبه الفراوله بعد الازهار عند الفراوله الطبيعيه والفراوله الاصطناعيه. نكتبوا هذا العنوان كامل، ما عرفناش نجبدوا العنوان، كيما نعت لكم جبدوا العنوان من المنحنى بعد، نقولوا تطور حجم الثمار، ثمار ماذا؟ ثمار الفراولة بدلالة الأيام عند فراولة مستحدثة وفراولة عادية. خلاص، يعني إذا ما عطاناش العنوان نجيبه من المنحنى، لا مدلنا العنوان من الأحسن نحطو العنوان نتاعو. يعني واش نروحو نكتبو؟ من خلال تحليل، من خلال تحليل منحنى، المنحنى البياني، مانيش حنكتب كل شيء، نروحو نكتبوها هذيك الجملة كاملة. المنحنى البياني لتطور حجم حبة الفراولة بعد الإزهار عند الفراولة الطبيعية والفراولة الاصطناعية، يعني العنوان اللي مدهولنا هو. كي نكملو نكتبو هذا العنوان باش تشفاو، كي نكملو نقولو حيث نلاحظ، نقولو حيث نلاحظ. خلاص كملنا. نروحو أول حاجة نقسموها، نقسمو راح نلاحظوا عند الفراوله العاديه، ومن بعد راح نروحوا نلاحظوا عند الفراوله المستحدثه. انا نخير من الاحسن ما يديرش الانسان نص تحليل، اعطي له نقاط باينه تحاوش كاين وها واش كاين واضح. راح نقولوا اول حاجه عند الفراوله العاديه، عند الفراوله العاديه، شوفوا تراه العادية، العادية اللي هي نقاط متقطعة، حتى الذباب راهو قاعد يستمع إلى الشرح وراهو قاعد ينتبه معانا. طبعا ظاهرة الذباب هي كارثة، لا بأس. عند الفراولة العادية نلاحظ، الفراولة العادية هي اللي حطوها بالنقاط المتقطعة. ماذا نلاحظ؟ عند الفراولة العادية نلاحظ زيادة حجم الثمار تدريجيا مع مرور الزمن. أنا نشوفه باللي زيادة الثمار راح تكون شوية شوية شوية، زيادة عدد الثمار تدريجيا مع مرور الزمن. اسمع نكتبو هذيك كلها، ومن بعد نديرو مطة أخرى. عند الفراولة المستحدثة، يعني اللي درنا عليها، اللي سلطنا عليها مادة جديدة، يعني اللي خدمنا اللي درناها اصطناعيا، ماذا نلاحظ؟ هي اللي كاينة بالخط المستمر، عفوا، نلاحظ زيادة حجم الثمار بنسبة كبيرة. رانا نشوفو بلي الخط هذاك طلع بزاف، زيادة حجم ثمار الفراولة بنسبة كبيرة مع مرور الزمن. هذا مكان يا الولاد في التحليل، هذا مكان تقرالو تحليل، هي إعادة قراءة المنحنى ولا إعادة قراءة الوثيقة. نديرو استنتاج للتحليل تاعنا، ماذا نستنتج؟ كي تشوف كيما هكا واش راح تستنتج منا؟ حتقولي أستاذة هذا منحنى تافه ما فيهش بزاف معلومات، واش راح نقدرو نستنتجو منه؟ نعم، واش راح نقدرو نستنتجو منه؟
الاستنتاج اللي نقدروا نقدموه لهنا بعد ما درنا التحليل، اصلا رانا لاحظنا باللي العاديه اللي تنمو طبيعيا ما تنموش بصفه كبيره، اما المستحدثه رانا شفنا باللي تنمو بصفه كبيره. خلاص واش راح نقولوا؟ نقولوا ان ماده الكولشيسين، هو قال لك استحداث فراوله رباعيه صيغه سبعيه مخباريا بفضل استخدام جزيئه الكولشيسين، يعني الكولشيسين هو اللي اثر على هذا الفراوله. نستنتج ان ماده الكولشيسين لها تاثير، نستنتج ان ماده الكولشيسين، ماده الكولشيسين لها تاثير، تأثير سلبي ولا إيجابي الولاد، هي زادت في الحجم ماشي نقصت لنا في الحجم، يعني كي تزيد في الحجم أكيد الفلاحين ولا المخباريين راح يفرحوا، لأنه راح كما يقولوا حنا يحققوا الأمن الغذائي. نستنتج أن مادة الكولشيسين لها تأثير إيجابي، إيجابي على الفراولة، زادت لها الحجم تاعها، وبالتالي ما نقدروش نقولوا تاثير سلبي لانها ما اثرت عليها سلبيا، زادت الحجم تاعها، وكي تزيد الحجم تاع الشيء يعني اكيد المخباريين كما قلت لكم راح يفرحوا، لانه هذا يقد يعتبر انجاز من اجل تحقيق الامن الغذائي. هذا فيما يخص الاستنتاج. استغليت الشكل، درت تحليل، درت استنتاج، هذا ما زلت ما جاوبتش على السؤال. بعض التلاميذ اللي راني نقري فيهم ما يشوف باللي نص تلاميذ، يعني ماشي البعض فقط، راهم يديروا تحليل ويقول لك سي بون راني جاوبت على السؤال، خطا. هذا يسميه استغلال، مادام دوموندا منك استغلال سي، هذا استغلال فقط ليس اكثر. راح نجاوبوا على السؤال تاعو دوك، يظهر لكم امام الشاشه. حدد تاثير ماده الكولشيسين على المنتوج الزراعي للفراوله باستغلال شكل با، قال لك حدد التأثير. نروحوا لهنا من خلال استغلال، باش تكون إجابتنا منظمة لازم هكا يكون الصيغة، من خلال استغلال الشكل با مادة الكولشيسين. وش دير هذه مادة الكولشيسين؟ وش دارت لهنا؟ زادت الحجم. مادة الكولشيسين ساهمت في زيادة حجم الفراولة كما قلنا في الاستنتاج، يعني تأثيرها إيجابي. تقدروا تبدلوا الاستنتاج مع هذا السؤال لا بأس، يعني في كل أحوال أنتم على حق ولا رقم صحاح. خلاص نكملوا مع بعض الجزء الثاني. دوك يظهر امامكم الجزء الثاني على الشاشه. لفهم اليه تاثير الكولشيسين على الظاهره سين نقدم الوثيقه 2 و3، حيث الوثيقه 2 تمثل رسومات تخطيطية توضح تأثير الكولشيسين على الظاهرة سين. سبق وقلنا وش هي الظاهرة سين؟ هي ظاهرة التجديد الخلوي ولا الانقسام الخيطي المتساوي. هذا الرسومات اللي رسمهم لنا كما راكم تلاحظوا، نكون نشرحوهم مع بعض. راح نقراو الرسومات نتاع الاولى، تبعوا تبعوا يا الاولاد. ظاهره سين في غياب الكولشيسين، رانا نشوفوا خليه ذات صيغه 2 نون تساوي 4، رجعت في ا، رانا نشوفوا في ا واش صرا، اللي هي المرحله التمهيديه، ومن بعد المرحله الاستوائيه صارت نورمال، المرحلة الانفصالية نفس الشيء كل كروماتيدان إلى قطب، المرحلة النهائية اللي هي دي رجع عندنا 2 تساوي 4، يعني انفصل ورجعت الفوقانية وحدها والتحتانية وحدها، يعني خليتين بنتين. شوفوا الظاهرة سين في وجود الكولشيسين اللي تحتها بعد، تبعوا معايا. عندنا هاي خلية عادية، نشوفوا باللي في المرحلة، شوفوا يا الأولاد انتبهوا، شوفوا في المرحلة التمهيدية تاعها ولا الابتدائية ما كانش نواة، لا وجود لتمزق النواة. مرحلة بي ما كانش، مرحلة استوائية ما كانش، خيوط المغزلة اللوني، عدم توضع الصبغيات في المنتصف، عدم تشكل اللوحة الاستوائية. سي رانا نشوفو عدم وجود مرحلة انفصالية باينة، نشوف الكروماتيدات هذوك
انفصلوا عشوائيا، يعني ما راحوش كل واحد في قطب. المرحلة دي عدم تشكل خليتين بنتين، يعني نفس الخلية ولكن عدد الصبيات فيها تضاعف. هذا مكان ما كانش انقسام، عدد الصبيات فيها تضاعف. واضح؟ إذا تأثر المادة سين في هذه الحالة، أي على واش تأثر؟ تأثر على الانقسام، راح تمنع حدوث انقسام، يعني راح تمنع حدوث تجديد خلوي، راح تمنع وجود تشكل خليتين بنتين. أنا يعني نشوفه في نفس الخلية تعاود تشكلت لكن بصفة مضاعفة، الصبغيات نتاعها مضاعفة. روحوا للوثيقة 3، تمثل رسم تخطيطي يوضح كيفية تشكل ألياف المغزل وتأثير الكولشيسين عليه. شوفوا هذاك ليف المغزل اللوني اللي راهو مرسوم لتحت، واش راح يصرى؟ عندنا فيه لويفات بيتا وعندنا فيه لويفات الفا، البيتا اللي راهم لونين والالفا اللي راهم كلار. الكولشيسين كيما الكولشيسين تجمع لويفات بيتا زائد الفا، تشكلنا ليف المغزل اللوني، يعني راح يتشكل خيوط المغزل اللوني راح يتشكلوا بزوج تاع يجي بيتا ويجي الفا ويقعدوا مع بعضهم، يعني يلصقوا في بعضهم ويبداو يتموضعوا، هذا يسميوها ليف المغزل اللوني. كي نديروا الكولشيسين، كي نلوحوا حنا الكولشيسين، شي صرا بيتا والفا ما يتجمعوش مع بعضهم، وبالتالي عدم حدوث ولا عدم تشكل خيوط المغزل اللوني. بيتا والفا ما يتجمعوش، راني يعني نعاود نكرر، يعني عدم وجود مغزل لا لوني. السؤال الاول يطلبوا علينا اشرح تاثير ماده الكولشيسين على الظاهره سين باستغلال اشكال. الوثيقه 2 ومكتسباتك. من بعد قال لك برر استعمال الكولشيسين لرفع المنتوج الزراعي، اشرح تاثير ماده الكولشيسين على الظاهره سين باستغلال اشكال. وثيقه 2 كيقول لكم كلمه استغلال واش معناتها، تروحوا ديروا له التحليل. نرجعوا مع بعضنا الوثيقه 2، ها هي الوثيقه 2. حتقولوا لي استاذه هذا ماهوش منحنى، كيف راح نديروا له التحليل تاعو؟ نعم ماهوش منحنى لكن نقدروا نحللوه. مثلا التحليل قلنا هي اعاده قراءه الصوره. واش راح نقولوا؟ من خلال تحليل الوثيقه 2 التي تمثل ظاهره انقسام الخيط المتساوي في غياب الكولشيسين، وتشرحوا عادي انه تشكل خيوط المغزل، انه مرحله تمهيديه، واش يصرى في المرحله التمهيديه، تمزق النواه وتكاثف الصبغيات، مرحله بي اللي هي تشكل خيوط المغزل اللوني، يعني حتسميوا المراحل كامل. ومن بعد تروحوا ديروا مطه اخرى وتقولوا ظاهره مطه اللي هي ظاهره انقسام الخيط المتساوي، ولا ظاهره سين في وجود الكولشيسين، وتعاودوا تشرحوا كما كنت نشرح انه عدم تشكل خيوط المغزل اللوني، وبالتالي عدم انفصال كل كروماتيدا على جهه، وتشكل خليه واحده تحمل صيغه صبغيه 4 نون وليس 2 نون. واضح؟ بعد الاستنتاج نتاعنا واش راح يكون في هذه الحاله؟ الاستنتاج اني مانيش حنكتب لتفادي انه الفيديو يكون طويل، فقط اني نعطي شفاهيا، يعني كما قلت لكم لازم تكونوا ديجا حليتوا التمرين هذا، اني كنت اني حطيت لكم لي فوتو تحلوهم بعد تجيو تتناقشوا معايا في الحل، يعني هذا افضل لكم. نكملوا نديروا استنتاج. الاستنتاج انه الكولشيسين يؤثر على تشكل خيوط المغزل اللالوني، علاه يؤثر عليها ولا كيفاه يؤثر عليها؟ يمنع تشكلها، وبالتالي كي ما يكونوش خيوط المغزل اللالوني واش راح يصرى؟ واش راح يصرى كي ما يكونوش خيوط المغزل اللالوني؟ كي ما يكونوش خيوط المغزل اللالوني ما كانش تموضع للصبغيات في خط استواء الخليه، وكي ما يكونوش خيوط المغزل اللالوني ما كانش انشطار ولا ماشي كي ينشطروا الصبغيات، ماشي كل كروماتيد يروح على جهه. واضحه؟ واضحه. يعني لهنا بعد ما نديروا هذا الاستنتاج راح نروحوا نجاوبوا، قالك اشرح تاثير ماده الكولشيسين على الظاهره سين باستغلالك اشكال وثيقه. تبعوا معايا هنايا، كي نديروا الكولشيسين، ها كولشيسين واش راح يصرى؟ قلنا ها هي الخليه تاعنا، ها كولشيسين واش راح يدير؟ راح يكبح تشكل خيوط المغزل اللوني، ماهوش راح يخليهم يتشكلوا، ما كانش ماهوش حيخليهم يتشكلوا، يعني هذوك الصبغيات نتاعنا راح يبقاو هكا يطيشوا في الوسط. كي يصرى لهم انقسام راح ينقسموا هنا في الوسط وحدهم، يعني كل طرف وحده،
وبالتالي ما كانش خيوط الغزاله لا شي يديروا، هما اللي يساهموا في هما يجبدوا كي يصير عمليه الانقسام، يجبدوا الكروماتيدات هك شغل يتزيروا ويجبدوا الكروماتيدات كل واحد على جهه، كي ما يكونش يعني ما كانش انقسام نورمال واش رايحين نديروا؟ رايحين نديروا اللي هنا في اشراح تاثير ماده الكولشيسين، رايحين نديروا ولا باش نشرحوا باش نكتبوا له في الاجابه، راح نشرحوا له بهذه الطريقه اللي كنت نشرح بها، اللي هو الكولشيسين يؤثر على تشكل خيوط المغزل اللالوني، وبالتالي عدم تموضع الصبغيات على خط استواء الخليه، مما يؤدي الى انقسام الصبغيات لكن عدم توجهها الى اقطاب الخليه، وبالتالي عدم تشكل خليتين بنتين، انما تتشكل خليه واحده تحمل الصغار بعنون. بدل ما يعطينا هكا خليتين بنتين، راح يعطينا خليه واحده فيها زوج نواتات كما نقولوا هنا، هذه 2 نون وهذه 2 نون. خلاص السؤال الثاني، برر استعمال الكولشيسين لرفع المنتوج الزراعي. قال لك علاه نديروا الكولشيسين باش نرفعوا الانتاجيه الزراعيه ولا المنتوج الزراعي. شوفوا نتوما مثلا عندنا هذه خي قلنا 2 نون، هذه 2 نون خي هكا، هذه راح تروح نقولوا راح تصنع لنا حبه فراوله، وهذه راح تكون مسؤوله ثاني على حبه فراوله، يعني راح يعطيونا زوج حبات هاي الفراوله، زوج حبات صغيرين. هما قال لك بدل ما يكونوا صغيرين علاه ما نجمعوهمش في وحده وتعطينا حبه كبيره؟ فهمتوا الفكره تاعهم؟ يعني بدل ما يكونوا زوج حبات صغار علاه ما نديروش حبه كبيره تبع؟ واضح واضح. راح نقوله في التبرير، راح نقوله في التبرير. يستعمل العلماء ولا يستعمل الكاشفون مادة الكولشيسين لرفع المنتوج الزراعي لأنه يؤمن لهم إنتاج أحجام كبيرة بدل الأحجام الصغيرة من الغذاء. خلاص نتمنى أنه تكون وصلتكم الفكرة، واضح يا لولاد؟ هذا فيما يخص فيديو اليوم ولا فيما يخص تمرين اليوم. اللي عنده استفسار ما يبخلنيش في كومنتار، انا ثاني مانيش حنبخلو في الاجابه على الاستفسار تاعو. ما تبخلونيش بلي جام وبلي زابوني. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. اذا الى فيديوهات قادمه باذن الله.